للوقوف إذن على تطورات المشهد في بغداد بعد دعوة الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر في مقابل اعتصام أنصار التيار الصدي. معنا لمزيد من المتابعة من بغداد هاتفيا الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بك سيد أحمد، يعني كيف تبدو الأوضاع الآن عموما في بغداد؟ نعم، الآن أتحدث إليكم من أمام مدخل المنطقة الخضراء من جهة مدخل البرلمان العراقي، حيث ما زال الآلاف من أنصار التيار الصدري يتوافدون إلى المنطقة الخضراء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره من أجل دعم المتظاهرين الذين اعتصموا في بناية مجلس النواب العراقي منذ يومين بعد أن دخلوا إليه المرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط. الآن أرى أمامي تيارات حمل تنقل الماء وتنقل أيضا الغذاء، وأيضا تيارات أخرى تقوم بنقل أنصار التيار الصدري الذين يصلون إلى ساحة كيف يصلون التحرير من أجل إيصالهم إلى مداخل المنطقة الخضراء. كيف يصلون أحمد الجميلي؟ هل الطرق والجسور الموصلة إلى المنطقة الخضراء مقطوعة؟ كيف تصل هذه المركبات وهذه الجموع إلى المنطقة الخضراء الآن؟ نعم، عندما نتحدث عن المركبات فإن هذه المركبات هي تابعة لسرايا السلام، وهي الجناح العسكري التيار الصدري، حركة مقتدى الصدر التيار الصدري. هذه السيارات تدخل تحت حماية سرايا السلام، والكثير منها يقودها عناصر تابعون للجناح العسكري للتيار الصدري وهو سرايا السلام كما قلت. نعم. أما عن بقية الجسور فجسر السنك أيضا مغلق، جسر الأحرار أيضا مغلق. هنالك إجراءات أمنية مشددة في أطراف المنطقة الخضراء. أيضا كما تعلمون هنالك دعوة لقبل الإطار التنسيقي لأنصارهم من أجل الخروج بتظاهرة كما أسموها تظاهرة دعم الشرعية، وهي تظاهرة بالتأكيد موجهة ضد ما فعله مقتدى الصدر وأنصاره باقتحام البلدان. هنالك إجراءات مكثفة في منطقة استعدادات أمنية يعني. نعم، وهي مكان أثاث هذه التظاهرة. طيب، نعم. يعني هل بدأ توافد المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي أم يعني لم يبدأ بعد، ربما في الساعات المقبلة؟ قبل ساعة من الآن مررت بساحة جسر الطابقين وشاهدت وجود العشرات فقط من أنصار الإطار التنسيقي، وكانت الأوضاع شبه طبيعية باستثناء قيام قوات الجيش العراقي بنصب الكتل الخرسانية على مدخل الجسر المعلق من أجل منع أنصار الإطار التنسيقي بالاحتكاك بأنصار التيار الصدري الذين يتجمعون على مسافة قريبة داخل المنطقة الخضراء، ويبدو أنها توجيهات أمنية عليا لكي لا يحصل الاحتكاك يعني. من جهات عليا. نعم، لكي لا يحصل احتكاك. نعم. طيب، هل لديك معلومات سيد أحمد أنه أنصار الإطار التنسيقي هل يعتزمون أن يقيموا اعتصاما في المنطقة الخضراء أم أنها مجرد تظاهرة ليس كالتيار الصدري؟ أخي الكريم، يعني ما نشاهده على أرض الواقع هنا داخل المنطقة الخضراء يشير إلى أن أي دخول لأنصار الإطار التنسيقي داخل المنطقة الخضراء فإن ذلك يعني حرب شوارع بما تحمله الكلمة من معنى داخل المنطقة الخضراء، لأن أنصار التيار الصدري يتوعدون من يدخل من أنصار بدر وكذلك أنصار عمار الحكيم وكذلك أنصار ميليشيا العصائب، يتوعدوهم بالدخول إلى المنطقة الخضراء، وهنالك استعدادات
ربما استعدادات حتى مسلحه لكن لا تظهر بالعيان، لكن بالتاكيد سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري قد اتخذوا العديد من الاجراءات الامنيه من اجل حمايه أنصارهم داخل المنطقة الخضراء. نعم، كما ذكرت هناك إذن استعدادات أمنية كبيرة في بغداد ومحيط المنطقة الخضراء تجنبا لهذا الصدام بين الجانبين. وهناك أنباء أيضا عن توافد شيوخ عشائر الفرات الأوسط إلى مجلس النواب في بغداد للالتحاق بالمعتصمين من أنصار التيار الصدري، هل هناك معلومات عن هذا الأمر لديكم؟ نعم بالتأكيد، أنا قبل قليل كنت داخل قاعة مجلس النواب وشاهدت مواكب العشائر التي جاءت من المحافظات الجنوبية وكذلك من محافظات الفرات الأوسط، جاءوا ودخلوا إلى مجلس النواب وهم يحملون رايات العشيرة ومكتوب عليها اسم العشيرة، وكذلك رفعوا صور مقتدى الصدر ووالده محمد صادق الصدر، وأيضا رفعوا شعارات مؤيدة لما فعله التيار الصدري باقتحامه للبرلمان وبتلويحه بإسقاط من أسماهم الفاسدين في المنطقة الخضراء. شكرا جزيلا لك إذن أحمد الجميلي الصحفي من بغداد على هذه المعلومات.